اليوم السابع كتبت خبر اقتصادي مهم بيعطي كده مستقبل مشرق ان شاء الله لمصر. بتؤكد الجريدة ان مصر على الطريق الصحيح في خطة الاصلاح الاقتصادي. كتبت تحت عنوان مصر تتلقى 2 مليار دولار نهاية العام، والتضخم بالتالي سينخفض لاقل من 10%. رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر أكد أن القاهرة ستتلقى الدفعة الثالثة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار بنهاية العام الجاري، وده بعد الانتهاء من المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وقال أنه من المتوقع انخفاض معدل التضخم إلى أعلى بقليل يعني من 10% بنهاية العام الحالي، وده بيتراجع طبعا إلى رقم في خانة الأحاد إن شاء الله على 2019. توقع ايضا ان طبعا صندوق النقد الدولي ان في نمو الاقتصاد المصري سيحدث، ولكن خلال العام المالي الحالي هيكون بمعدل 4.5%، وده بلغة الارقام تقدم كبير.